اهلا بكم كل متابعين برنامج بنحلم نعيش، واهلا بكل متابعين ومستمعين الصحه والجمال. قناه الصحه والجمال قناه متميزه من الاسم، الصحه والجمال. وعشان النهارده اول حاجه نطقناها الصحه، اولى حلقات برنامج بنحلم نعيش هنتكلم فيها عن الصحه وازاي الصحه مهمه في حياتنا وان احنا ما نستهترش بصحتنا. موضوع الحلقه النهارده عن الكورونا. الكورونا وما ادراك بهذا الوباء اللي للأسف خلى العالم كله في توتر والاقتصاد في توتر وحياتنا كلها تقريبا في توتر. مفيش تقريبا شبه من الشغل للبيت، منكمشين في حياتنا على قد ما نقدر علشان صحتنا، وده الأفضل عشان نحافظ على نفسنا على قد ما نقدر. مستهونش، بلاش الاستهانة بأن أنت تاخد الموضوع بشكل عادي ونقول أن الموضوع إيه المشكلة؟ المشكلة لا عادي، ده انفلونزا عادية وبرد عادي. الأعمار بيد الله طبعا، ده شيء أساسي، لكن إن احنا نتفادى الخطأ ونتفادى المرض ونتفادى إن احنا نعيش بالمرض باقي اللي باقي من عمرنا، سواء هو عمر طويل أو قصير، في كل الحالات لازم نعيش بصحة وسلام بقية حياتنا. عشان كده أرجوكم تلتزموا كل الالتزام بالنظافة العامة والنظافة الخاصة على قد ما نقدر، بعيدا كل البعد عن الكورونا وان ده طاعون وان ده مرض منتشر جدا على مستوى العالم، وان هو مرض تقريبا كائن صغير جدا متشافش بالعين المجردة لكن قوي وسريع ومميت. عشان كده لازم كلنا نحتذر جدا خطره وضرره علينا كلنا وعلى أولادنا عشان حياتنا تكون بسلام. أي نعم هنتعب شوية، أي نعم هنتحرم شوية من حياتنا طبيعية، سفر واختلاط وكافيهات ما شاء الله، الناس بتحب الكافيهات وبتحب الجامعة. لكن النهاردة احنا معانا دكتور هيتكلم، شخص مختص في الكورونا وليه تقريبا اكتر من 39 فيديو اتكلم فيهم عن الكورونا ومشاكلها والفرق ما بينها وما بين الانفلونزا العاديه. طبعا كل ده هنعرفه منه لما نطرحه على دكتور ناصر ان شاء الله بعد الفاصل. رجعنا لكم تاني ومعانا دكتور ناصر رمزي، طبيب الملقب بطبيب الإنسانية، وهو من الشخصيات المحترمة جدا والشخصيات التي تحافظ على أرواح الجميع، ولم يتأخر عن أي إنسان بيكلمه أو بيتواصل معاه. تقريبا هو يحق بطبيب الإنسانية واستشاري طب الأطفال وطب الأسرة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك يا أستاذ. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بالسادة المشاهدين داخل مصر وخارج مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. النهارده من اخطر المواضيع اللي احنا اتكلمنا عليها وهي موضوع الكورونا، وفي اسئله كتير قوي هنطرحها على دكتور ناصر، وهو اكتر حد هيقدر يجاوبنا لان هو بالفعل عمل اكتر من 29 فيديو اتكلم فيهم عن الكورونا. ولكن هنرجع نتكلم اكتر واكتر لان الموضوع مش سهل، الموضوع هو مرض يعني وطاعون يخيف العالم كله في هذا التوقيت. وبما انه احنا كلنا محتاجين ان احنا نحافظ على صحتنا، لازم نلتزم بكل التعليمات اللي الدكتور هيقول عليها لان هي بتفيد الجميع. فالنهارده هنسال الدكتور، يا دكتور احنا عايزين نعرف ما هو المخالط وكيفيه التعامل معه. المخالط انا ذكرت فيديوهاتي قبل كده في الفيديو رقم 13 والفيديو رقم 26، إن المخالط هو كل من يتعامل معاملة مباشرة مع شخص أثبتت إيجابية إصابته بالكورونا بشرط توفر ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون التعامل في مكان مغلق، يعني أسرة عايشة مع بعضها، موظفين في مكتب مقفول عليهم، ناس في وسيلة مواصلات لفترة. الشرط الثاني أن يكون التعامل لفترة زمنية ليست قصيرة، يعني مش أسلم على واحد أقول ده أنا اتعديت منه، لا لازم تبقى في فترة معينة علشان يقدر يحدث تبادل الهواء بينهم. فترة زي قد ايه يا دكتور؟ زي يعني مثلا يعني فترة ممكن مثلا ساعة ساعتين لأكتر، ليوم يومين. المهم ناس عايشين مع بعض، موظفين في مكتب مع بعض، قاعدين 6 أو 8 ساعات بيتنفسوا نفس الهواء مع بعض. الشرط الثالث أن يكون التعامل بلا إجراءات احترازية، يعني قاعدين من غير كمامات، ما غسلناش ايدينا بعد ما سلمنا على بعض،
لكن لو موظفين قاعدين في المكتب لابسين كمامات اوكي لا تنطبق عليهم قاعدة المخالط. ده بالنسبة للمخالط. طيب يا دكتور، حتة المخالط اللي الناس معظم الناس طبعا فاهمة ان الاختلاط ما نستهونش بيه ابدا، احنا معظمنا في مكاتب، معظمنا في اماكن حكومية وشغل حكومي، معظمنا بنمشي في المترو والمترو اعداده كتير، في القطار، في الاتوبيسات والمواصلات، في كل مكان تقريبا بيكون في مخالط موجود. احنا نتفادى الموضوع ده ازاي دكتور؟ نتفادى ان احنا لازم مخالط، حياتنا كلها مخالط، شغلنا، عملنا، مواصلاتنا، الدنيا كلها في مخالط او في مخالطه ما بيننا وما بين بعض. نتجنب ده بايه؟ ايه وسائل الوقايه اللي احنا ممكن نستخدمها يعني؟ هو طبعا التجنب الاول ان انا ابتعد عن التجمع في الاماكن المزدحمه بقدر الامكان، ولو اضطريت ان اتواجد في مكان مزدحم البس الكمامه بقدر الامكان. طيب المخالط لو انا حسيت ان انا مخالط لواحد، عرفت انه اصيب امبارح ولا حاجه واتاكدت اصابته، اعمل ايه؟ انا في رايي كطبيب، وده مني انا شخصيا مش من وزاره الصحه، انا بتكلم عن نفسي، ان انا بدي هذا الشخص جرعه بتعتبر وقائيه وعلاجيه في نفس الوقت. بديله اقراص، ممكن اقول اسم الاقراص ما عندناش مشكله لان مكتوبه في بروتوكول وزاره الصحه، اقراص اسمها ايفيرزين، وانا نشرتها على صفحات التواصل. دي ماده علميه اسمها ايفيرميكتين، اثبتت فعاليتها في القضاء على المرحله الاولى للفيروس اللي هي بنسميها الفيروليميك فيس، اللي هي مرحله نشاط وحيويه الفيروس تقريبا في اول 10 او 12 يوم. وزاره الصحه مشكوره بناء على منظمه الصحه العالميه كتبت هذا العلاج في المراحل العلاجيه الاولى للفيروس في اول 10 ايام. يبقى المخالط ياخد الاقراص دي، ياخدها بجرعه تقريبا لو فوق 80 كيلو، اربع اقراص، جرعه واحده يوميه قبل الفطار، اما كل يوم او يوم بعد يوم. لو اقل من 80 كيلو ياخد ثلاث اقراص. طيب الاقراص دي يا دكتور ليها اضرار او ليها عامل اثار جانبيه؟ خالص ملهاش اي اعراض جانبيه. الناس طبعا بتسال بتقول ازاي هي مكتوبه على العلبه مضاد للحشرات، ازاي بيبقى ده علاج للحشرات؟ انا ارد عليهم اقول لهم طب الكلوروكوين فوسفيت اصلا مضاد للبارازايت اللي هو الملاريا اللي هي الطفيليات الملاريا، لما يبقى ده مضاد للحشرات فده مش غريب، لان اثبت فعاليه هذه الاقراص فعلا في اني تقضي على الفيروس في مراحله الاولى. ممكن معاه ياخد، هنستكمل مع حضرتك طبعا، بس معانا اتصال وده حق جمهورنا علينا. اتفضل يا فندم. الو الو، اهلا وسهلا استاذ نصار، اهلا وسهلا بحضرتك. استاذ نصار اسمعني من الموبايل، ما تسمعنيش من التلفزيون لان هيوصلك متاخر. اهلا وسهلا بحضرتك. تمام كده؟ اتفضل امورنا. سؤال حضرتك ايه؟ انا نصار السعداني من كوم حماده محافظه البحيره. اهلا وسهلا يا فندم، اهلا باهل كوم حماده واهلا باهل البحيره كلهم. اولا يعني الاول من اتمنى ان ربنا يرفع البلاء عن جميع المسلمين اجمعين وعن مصر بلدنا الحبيبه. يا رب العالمين. وخاصة كل الشفاء العاجل لمرضى مركز كوم حمادة قرية كوم شريك. طبعا أنا كنت هذكر ده في الحلقة، مش ناسية أهلي وناسي في كوم شريك. جاني أكتر من اتصال منهم، في أكتر من حالة وفاة وفي أكتر من حالة كورونا، تقريبا كل أسبوع حالة أو اتنين. بنتمنى من السادة المسؤولين نعمل مسح لقرية كوم شريك لأن الأعداد فيها زادت جدا. أنا مش ناسية ده يا أستاذ نصار، اتفضل. وده شيء أولاً، وأما نشكركم حمادة أولاً، يعني لازم أول شيء نبارك للسادة النواب الدكتور محمود سعد ابن قرية الصواف. بغض النظر عن الأسماء، ألف مبروك لكل الناس اللي موجودة، للسادة النواب للجميع. دايرتكم حمادة الدايرة التاسعة. أهلاً وسهلاً. اللي حضرتك في يوم من الأيام كنت ممكن تمثليها. أهلاً وسهلاً بالجميع، وكل حد مثلها دلوقتي مثلنا جميعاً. كأن أنا نجحت بالظبط. احنا تمنينا حضرتك يا أستاذة شرهان الوعي الثقافي والوعي الاجتماعي لأهالي كوم حمادة وخاصة الأرياف. طيب حضرتك، ده أكيد مواضيع حلقاتنا كلها هنتكلم في الأول وفي الأخير. صحة الإنسان ده شيء أساسي،
غير حياته وتعاملاته والدخل ليه كل الحياة، ان احنا حياة كريمة وبرنامجنا هو اسمه بنحلم نعيش، فهو يختص بكل ما تحتويه الأسرة من حياة كريمة. لكن النهاردة موضوع الحلقة عن الكورونا، هل حضرتك طلبات أو سؤال معين للكورونا؟ احنا طلبتنا حضرتك يا استاذه شريهان من الساده المسؤولين ان القرار صعب جدا بالاغلاق، ماشي، لانه يعني الموت. طيب حضرتك منكم شريك الاغلاق التام حضرتك يا استاذ شريهان لا يعني سوى احتماليه الموت المؤقت. طيب ماشي يا استاذ ناصر، انا وصلنا طبعا وجهه نظر حضرتك تقريبا عشان وقت البرنامج عشان الدكتور يكمل بقيه شرح الكورونا واعراضها. بنشكر حضرتك كتير، وحضرتك تابعنا هتشوف كل حاجه تقريبا عن موضوع الكورونا اعراضها وكيفيه التفادي منها، هنتكلم عن كل ما يشمل الكورونا والعلاج منها. مشكوره، اتفضل يا دكتور. عايز اقول ان احنا المخالط ممكن يكمل مع الاقراص الايفرزين، ممكن ياخد فيتامين سي يوصل الجرعه ل 1 جرام في اليوم، ممكن ياخد زنك بيوصل الجرعه ل 50 مللي جرام في اليوم. وعايز اقول للساده المشاهدين ان الزنك ليس فقط كفيتامين وليس فقط انه بيزود المناعه، لكن ليه دور مهم جدا لازم نستوعبه، وعشان كده مكتوب في بروتوكول علاج وزاره الصحه ان الزنك الفيتامين او المعدن الوحيد اللي بيعالج الفيروس، لانه بيكسر الغلاف الخارجي للفيروس اللي هو الاوتر شيل، هو نفسه يعتبر علاج للمرحله الاولى للفيروس اول 10 ايام. ده للمخالط. طيب يعني حضرتك في كده الحالات هنا بنتكلم سواء في كورونا او ما فيش كورونا او في انفلونزا عاديه، لان ده سؤال هنساله هنطرحه على الدكتور، الزنك شيء اساسي ناخده سواء انفلونزا عاديه او كورونا. طيب يا دكتور قبل ما هروح لحضرتك للسؤال، معايا اتصال. ولاء اهلا وسهلا بيكي. السلام عليكم استاذه شريهان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. انا بحيي حضرتك جدا على البرنامج دوت وبشكر الدكتور جدا. احنا كمان بنحييكي. حضرتك من اي بلد؟ منصوره. اهلا بيك، احسن ناس، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي. شكرا يا فندم. لو سمحت يا استاذه شريهان، انا عايزه اسال الدكتور، انا لو واحده عندي برد عادي هو لازم مؤكد هو ده كورونا، ولا ممكن في حاجه اسمها برد غير الكورونا لوحدها ديت؟ لا، ليه اعراض يا استاذه، ليه اعراض، والدكتور هيقول عليها حالا اعراض الكورونا. ده سؤال احنا هنطرحه، تابعي بس الحلقه لحد الاخر، ما تقوميش، ها كملي الحلقه عشان مهمه جدا لصحتك. شكرا استاذه ولاء، لكن كملي الحلقه، وكل المتابعين كملوا الحلقه لحد الاخر، مهمه جدا بالنسبه لكم عشان صحتكم مهمه بالنسبه لنا. دكتور، الفرق ما بين الانفلونزا العاديه والكورونا اللي هو اعراض الكورونا بقى؟ ايوه، انا عامل فيديو مخصوص لكده، في انفلونزا عاديه موسميه متعودين عليها، وفي الكورونا، افرق ازاي بينهم. انا قلت كذا عامل للفرق. اول فرق، لو جات لي الانفلونزا برشح شديد من الانف وبستخدم المنديل كتير، دي انفلونزا عاديه. لو جات لي بانسداد وزكام شديد في الانف، دي كورونا. تاني حاجه، لو بدأت الكحة ببلغم بنسميها ويزي شيست، صدر بيشحر جامد، كحة ببلغم، بدأت في أول يوم أو يومين كحة ببلغم، دي إنفلونزا عادية. الكحة الجافة الشديدة المستمرة المتكررة، دي كورونا. وقلت لحضراتكم في فيديوهات قبل كده اللي متابعني إن سبب الكحة الجافة اللي هو الدرايكوف، إن فيروس الكورونا الكوفيد 19 ده بيتشبث بالجدار الداخلي للحنجرة علشان يقدر يخترقه ويصل إلى مكانه الرئيسي اللي هو الرئتين، لأن الفيروس ده مكانه أصلاً مكان انتشاره وحيويته واستقراره في الرئتين. فهذا التشبث في الحنجرة بيعمل حاجة اسمها irritation اللي هو تهيج، اسمها أكلان أو حرقان في الحنجرة، ده بيبقى هو السبب أو مدعاة الكحة الجافة اللي هو درايكوف. تالت حاجة، لو جالي إعراض الإنفلونزا أو تكسير في العضلات والجسم خفيف، دي إنفلونزا عادية. ألم شديد جدا بالعضلات ممكن لا يحتمل ولا يطاق، دي مع الكورونا. طيب جالي شوية زكام أو رشحة مختلط بأعراض في الجهاز الهضمي سواء قيء أو إسهال أو ألم شديد في البطن، دي كورونا. طيب جالي فقدان شم وتذوق، دي 100% كورونا. كل يعني الناس يا دكتور دايما بتخاف من الحته دي. خوف رهيب جدا، وهي اول ما يبدا ان هو لا يتذوق اي مشروب او ما فيش حاسه الشم فقدها،
خلاص بتجيله حالة من الرعب، هل الحالة دي ممكن تحصل في الإنفلونزا العادية؟ لا أبدا، عمرنا ما شفنا أي حالة مماثلة في إنفلونزا عادية. أنا شخصيا جالي إنفلونزا الخنازير H1N1، أنا كطبيب أصبت بيها، عمر ما جالي فقدان شم وتذوق. ممكن يجيلي زكام شديد جدا وانسداد بالأنف ونهجان، إلا فقدان الشم والتذوق. لم أعلم ولم أعرف فقدان الشم والتذوق أنا كطبيب إلا مع الكورونا، حتى ما درستهاش في الكتب. يبقى هنا شيء أساسي يا جماعة. خلاص بنبشركم بالخير. أي حد موجود فقد حاسة الشم أو التذوق تأكد أن أنت عندك كورونا، ما تستهينش بالموضوع أبدا أبدا أبدا، لازم تبدأ تروح تعمل مسحة. لكن هنا في سؤال أساسي بقى، احنا اتكلمنا عن الأعراض بس في ولكن نقطة بس يا أستاذ اتفضل. قبل ما أمشي بس، الخبرة العملية من شهر فبراير اللي فات وأنا بشوف حالات الكورونا في العيادة أو على عبر وسائل التواصل، المريض يا جماعة اللي بيجيله فقدان شم وتذوق دي بتبقى من أبسط حالات إصابات الكورونا. يعني ده المريض الوحيد اللي قليل جدا أو نادر إنه بيخش في مضاعفات أو كومبليكيشنز، يعني كأن الفيروس استقر بس في الأبر ريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفس العلوي، ما قدرش يخترق جوه الرئتين. يعني ده كده بالفعل هو في أولى حالات الكورونا، وإن هو عنده قوة منعت الكورونا من هي تهاجم جهاز الرئة، فده شيء أساسي. طب يا دكتور عايزين نعرف بقى المصل، إيه رأي حضرتك في المصل الصيني والمصل الأمريكي، وما يعني أي واحد فيهم أحسن، وهل في نتيجة بالفعل بتيجي من المصل الصيني أو المصل الأمريكي؟ هو طبعا إحنا نتمنى كبشر، إحنا بنتعلق زي الغريق اللي بيتعلق في أشياء، طبعا مستنيين كلنا الأمصال والتطعيمات، لأن إحنا عارفين إن الفيروس ملوش أي علاج، وده فيروس أصلا تركيبته مبهمة بالنسبة حتى العلماء الأطباء، مش عارفين حتى يحددوا تركيبته إلى الآن، فمستنيين المصل. المصل الصيني بالنسبة لي أنا كدكتور اتعلمت الأمصال بتتحضر إزاي، ده أقرب إلى الناحية المنطقية والعلمية في اللي احنا اتعلمناه في علم أمصال الفيروسات. ليه؟ لأن هم جابوا فيروس موتوه بيبقى اسمه كيلد فيروس، إما من الهيومن من البني آدم أو من القرود اللي هو الشمبانزي، وبيحقنوني بيه اللي هو جزء صغير جدا من الفيروس ميت. طيب يا دكتور عايزين سؤال تاني معلش عشان وقت البرنامج، اللي هو سؤال مهم جدا، وهو توقعات حضرتك في الخروج من هذه الأزمة العالمية اللي هي موجودة بتهدد حياة وأمن العالم كله واقتصاد العالم كله. توقعات ولا أمنيات ولا لا توصيات؟ توقعات وتوصيات. لا يعني التوقعات طبعا مش معروفة، طبعا أنا كنت متفائل في الأول، لكن للأسف أنا مش متفائل لأن ناس بتقع مننا كل يوم. مش متفائل كمان علشان الاستهتار، كم الاستهتار الشديد اللي احنا عايشين فيه كمصريين. انا بيتصلوا بيا زملائي بره في كندا وامريكا وايطاليا واوروبا، اللي بيمشي من غير كمامه بيدفع غرامه ممكن تؤدي الى الحبس. احنا طبعا تزاحم وتراكمات في وسائل المواصلات وكل مكان من غير كمامات، فمدى كم الاستهتار ده اللي مخليني متشائم جدا ان الحالات بتزيد، لان عائلات كامله في البيوت دلوقتي مريضه. بنشكر حضرتك جدا لان للاسف وقت البرنامج تقريبا خلاص انتهى، لكن احنا عندنا حلقات كتير متواصله مع دكتور ناصر، مش هنشبع ابدا عشان دي صحتنا ودي حياتنا، وللمره المليون مش هنوصيكم على نفسكم، مش هنوصيكم على صحتكم واولادكم وحياتكم. بلاش حته الاستهتار، بلاش ان احنا نستهتر. الكمامه اللي انت تلبسها ده مش شيء على فكرة مضلع أبدا، ولا شيء صعب إن أنت تلبس كمامة، أنت أو زوجتك أو أولادك أو والدتك أو والدك مهما كان، لأن كبار السن كمان إن المناعة عندهم قليلة جدا. يا ريت ما نستهينش أبدا بالموضوع ده. التجمعات، المترو، القطار، المواصلات، أماكن الشغل أو العمل اللي فيها ازدحام، على قد ما نقدر المحاكم، كل جهة حكومية أو أي جهة فيها تجمعات، أرجوكم أرجوكم صحتكم أمانة، أرجوكم أرجوكم صحتكم أمانة. بنشكر حضرتك يا دكتور جدا، طبيب الإنسانية، طبيب الذي ينصحنا جميعا لأجل أنفسنا ومش لأجل نفسه، لأ لأجل أنفسنا. إحنا لازم إحنا اللي نبدأ ناخد بالنا من نفسنا كويس جدا. بنحلم نعيش، تابعوني دايما كل يوم خميس الساعة 7، كل ما هو جديد هتشوفوه معانا شرهان خفي.